نشرة أخبار الصحة في 7 أيام. أهلا بكم، ونبدأ بالعناوين. وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان. تدشين قاعدة بيانات لمنظومة زراعة الأعضاء في مصر. بدء تحديث الخريطة العلاجية لمرض الإدمان في كافة محافظات الجمهورية. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ينفي شائعة نقص أدوية الأورام في مصر. وزير الصحة يبحث مع ممثل منظمة اليونيسف التعاون في تعزيز صحة الأم والطفل. وإلى تفاصيل النشرة. تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان. جاء ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية الدورية لمحافظات الصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد والارتقاء بمنظومة القطاع الصحي تحقيقاً لرؤية مصر 2030. دشنت وزارة الصحة والسكان منظومة مميكنة وموحدة تضم كافة بيانات المتبرعين والمرضى بجميع مراكز زراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضبط المنظومة وتسهيل إجراء عمليات زراعة الأعضاء وضمان شفافية التبرع وتوافق الأنسجة. أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تحديث الخريطة العلاجية لمكافحة إدمان المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية في إطار تطوير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفق النتائج البحثية لخريطة الإدمان لعام 2018. نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان شائعة نقص أدوية الأورام في مصر، مؤكداً توفر مخزون من الأدوية المحلية والمستوردة بالإضافة إلى المواد الخام الكافية لتصنيع الدواء. استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان السيد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسف في مصر لبحث تعزيز سبل التعاون. وأشاد الوزير خلال اللقاء بدور منظمة اليونيسف في مصر وجهودها المبذولة في دعم الخدمات التي تقدمها الوزارة، مثمنا التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية، خاصة في البرامج التي تستهدف تعزيز صحة الأم والطفل. إلى نهاية النشرة، تابعونا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.